في هذه الجولة الإخبارية من إفريقيا الشرقية نتوقف في البداية برواندا، حيث توقفت صحيفة كاتي بريس عن التقدم الذي حرزته رواندا في تعزيز وضع المرأة، مشيرة إلى أن رواندا احتلت المرتبة الأولى من حيث التوازن بين الجنسين في إفريقيا والمرتبة السادسة على مستوى العالم حسب التقرير العالمي حول الفجوة بين الجنسين لعام 2022 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. وفي كينيا كتبت صحيفة كي بي سي أن كينيا وغينيا بيساو وقع اتفاقيات لتعميق الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين البلدين، مشيرة إلى أن الطرفين اتفقا على إنشاء لجنة تعاون مشتركة وإقامة مشاورات سياسية ودبلوماسية بين كينيا وغينيا بيساو.